إذن نتابع معكم مشاهدينا مشهد الأداء في الأسواق العالمية مع ضيفي السيد أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. إذن سأعود لأحمد بعد قليل. وبالتأكيد اليوم الذي يسيطر على آخر التطورات هو ما يحدث من توترات جيوسياسية في المنطقة على إثر استمرار الحرب على غزة من قبل إسرائيل، ضربات الحوثيين على أي من الناقلات المتجهة إلى إسرائيل. كان في البداية الموضوع ربما يتعلق بحادث عرضي أو اثنان، ولكن يبدو أنه الموضوع يمتد إلى تحذيرات من قبل الشركات الكبرى الأجنبية. أعود إلى ضيفي السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أحييك أحمد. دعني أسألك بالدرجة الأولى عن حقيقة المشهد وخطورته بالنسبة لهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وأيضا البواخر التي تمر في البحر الأحمر. إلى أي حد هذا حيرفع تكلفة التأمين؟ وبالتالي حنسمع عن تأخر في وصول الإمدادات وعن ارتفاع أسعار النفط. صباح الخير رولا. نعم بكل تأكيد ارتفاع الحدة يعني بكل تأكيد ارتفاع المخاطر، ليست فقط المخاطر الاقتصادية هنا نتحدث عنها رولا، بكل تأكيد زيادة التأمين، التحول بكل تأكيد من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح بكل تأكيد قد يرفع التكاليف بشكل أكبر اقتصاديا. هنا ليست المخاوف فقط على أسعار النفط، لا بل بكل تأكيد هو المخاوف الأكبر على موجة تضخم جديدة، خاصة بأن الأسواق أو مؤثرين السياسة النقدية أو العاملين على السياسة النقدية في البنوك المركزية قد يخافون بكل تأكيد من عودة ارتفاع أرقام التضخم. ليست التوترات الجيوسياسية أو التوجه نحو الارتفاع التأمين فقط، عندما ننظر إلى حجم التجارة العالمية التي تمر بالبحر الأحمر 30% من الحاويات تمر هناك، 4 شركات قد أوقفت المرور من البحر الأحمر، 12% من التجارة العالمية، 30% هنا أقصد الحاويات التي قد تمر في البحر الأحمر. فعندما ننظر إلى المعطيات فهي بكل تأكيد قد تثير المخاوف بأن ارتفاع أسعار النفط قد تعطي أو تندفع في الفترة القادمة، ارتفاعات حتى أرقام التضخم في الفترة القادمة بخوفا من ازدياد ارتفاع الأسعار أو حتى التأخر في الوصول. فهنا نقطتين أساسيات هي أرقام التضخم، المخاوف لارتفاعها، وبكل تأكيد أسعار النفط رولا. طيب روسيا ويعني الخبر أثار ضجة في الأسواق اليوم، وفسرها البعض أنه هي السبب في رفع سعر النفط، أنه هي بدها تخفف الصادرات 50,000 برميل، يمكن خايفة من الإمدادات، يمكن خايفة أن فصل الشتاء سيشكل بعض من الإشكالات. هل هذا التأثير مؤقت فقط أحمد؟ قد يكون رولا تأثير مؤقت، ازدياد الأرقام في الفترة القادمة هو قد يعطي المخاوف بشكل أكبر. عندما ننظر له 50,000 برميل يوميا ليست الأرقام الكبيرة، هي قد ما أعطته روسيا أو ما وعدت به روسيا في الفترة القادمة للتخفيض الطوعي. 50,000 برميل قد يكون ليس بالشيء الكبير، لكن ما تنتظره الأسواق من المخاوف جراء التوترات الجيوسياسية هو ما يخيف أكثر. توسع الرقعة التوترات الجيوسياسية هو ما قد يخيف بشكل أكبر، ليس فقط روسيا لا بل على العالم أجمع. 50,000 برميل أعيد وأذكر ليست الرقم الكبير، ما وعدته روسيا التخفيض الطوعي هو رقم أكبر. الشتاء القارس هو ما يتوقعه في الفترة القادمة الاقتصاديين، فعندما ننظر إلى الشتاء القارس فهو قد يحتاج الطلب الأكبر. فعندما ننظر إلى نقص المعروض قد يثير بعض المخاوف هنا للتوازن بين العرض والطلب، مما قد يعطي الأرقام أو أسعار النفط للارتفاعات في الفترة القادمة. هنا رولا جدير بالذكر أن اتساع رقعة التوترات الجيوسياسية مما يعني بأن الأسواق قد تزن إمكانية ارتفاعات أسعار النفط في الفترة القادمة. سؤال أخير أحمد، الين، بكرة اجتماع المركز الياباني، ما الذي نتوقع أن يفاجئنا فيه الياباني، وماذا عن تحركات الين اليوم؟ لا يمكن على ما أعتقد من بنك اليابان أن يتجه لتغيير السياسة النقدية في آخر العام، خاصة بأن أرقام الأجور قد تحتاج بعض التأكيدات للارتفاع، تحتاج إلى أن ننظر إلى أن التضخم هو راسخ اقتصاديا في اليابان، هو جراء الطلب الاقتصادي المحلي من اليابان. فعلى ما أعتقد اليابان قد تأخذ مهلة في اجتماع الغد تثبيت أسعار الفائدة، لكن قد نحتاج إلى نبرة أقل حدة أو نبرة قد تكون تشددية أكثر بالنسبة لليابان. نحتاج بعض الصقور، نحتاج كازو أويدا أن يعطي بعض التلميحات. على ما أعتقد أن التوجهات لتغيير السياسة النقدية قد تكون في مطلع العام القادم، الربع الأول إلى الربع الثاني قد يتجه البنك الياباني لتغيير السياسة النقدية. لذلك بنك اليابان
قد يدفع الين الياباني لتسجيل بعض الارتفاعات؟ لما لا أن نرى الين الياباني يسجل بعض الارتفاعات جراء أيضا انخفاضات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة؟ يمكن رولا يمكن القول رب رمية من غير رامي، انخفاضات الدولار الأمريكي ساعدت الين الياباني لتحقيق بعض المكاسب. فعندما ننظر إلى الين الياباني ممكن أن نرى بعض التوجهات الإيجابية في الفترة القادمة. قد يكون الين الياباني هو الحصان الرابح في عام 2024 جراء تغيير السياسات النقدية هناك في الاقتصادات الكبرى، تخفيف لأسعار الفوائد، بينما في بنك اليابان رفع لأسعار الفوائد. فقد يستفيد الين الياباني جراء التحركات للسياسات النقدية في الفترة القادمة في عام 2024. أشكر وقتك وتحليلك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.